أخبار اليوم. أمباسدر جون كاسل، مارك شريف، زملائي الأعزاء وضيوفنا الأعزاء. الحقيقة النهاردة أنا سعيد جدا إن احنا نستضيف وزارة الطيران المدني حفل أو يعني مراسم توقيع عدة عقود ما بين الوطنية فالكون وما بين ريستراتا. وفي نفس الوقت بحس إن هو يوم برضه مهم جدا لأن ده ميلاد عصر جديد في عالم أمن الطيران في مصر، وهو دخول الشركات في مجال تأمين المطارات. أسوة طبعا باللي بيحصل في أماكن أخرى كتير في العالم. الحقيقة النهاردة النتيجة اللي احنا شايفينها قدامنا دي كان فيها أكتر من شريك في الوصول للمرحلة اللي احنا فيها. الشركاء بتوعنا النهاردة يمكن ما بيتكلموش كتير ومش موجودين معانا، بس هم الجهات الأمنية، الجهات الرقابية، وزارة الداخلية، وزير الداخلية من أكثر المؤمنين بدخول الشركات الخاصة والشركات في عالم تأمين المطارات. فالنهاردة احنا بنحتفل بدخول الشركات الخاصة في مجال تأمين المطارات، بنحتفل بعصر جديد من منهجية أفضل في أداء العمل الأمني في المطارات. ولما بتكلم على منهجية بتكلم على اختيار ناس، بتكلم على مناهج تدريب، بتكلم على إجراءات وستاندرد أوبريتنج بروسيجرز، بتكلم على تدريب، وبتكلم على تفتيشات مختلفة أو مراجعات مختلفة بدون ما يكون يجي لي حد من بره يراجع عليا، ده حاجات داخلية من جوايا. فبتكلم على إدارة جودة بشكل كامل داخل منظومة أداء العمل الأمني. بتمنى طبعا يكون فتح كتير علينا جميعا، وبتمنى ان يكون بدايه مشجعه حسب ما انا سمعت وشفت من الزملاء، اختيار الموظفين، برامج التدريب الموجوده، مصر للطيران ساعدت في ايجاد اماكن التدريب، الخطط اللي قدام طموحه جدا، في اجهزه جديده داخل المطارات المصريه اعدادها كبيره جدا وعلى احدث الطرازات. والحقيقه لما انا اتكلمت كان مع المستشار شريف على موضوع ان احنا بنعمل كده عشان احنا عايزين كده تظل مصلحتنا، انا باعي هذا الكلام كويس جدا. دي مصلحتنا ان احنا نرفع العمل الامني او نرفع منهجيه اداء العمل الامني في مطاراتنا المصريه، مش علشان هيجي علينا تفتيش من اي جهه، مش علشان خاطر اي اسباب اخرى، لا احنا عايزين يكون عندنا ستاندرد عالي، بل بالعكس ستاندرد الناس تبص له وتقول احنا عايزين نعمل زي، واحنا قادرين على كده. فالنهارده بالنيابه طبعا عن كل الناس اللي كانوا يعني شركاء في هذا الموضوع، انا باكد للجميع ان احنا عازمين وقادرين على تغيير منهجيه اداء العمل الامني. ما انكرش ان اللي اتعمل في الفتره اللي فاتت ديت هو انجاز كبير جدا، سواء كان من وزاره الداخليه او من جهات اخرى، انما احنا عايزين ندخل لمرحله اخرى في طريقه اداء العمل، وهي اداء العمل في المطارات المصريه عن طريق الشركات الخاصه.